مرحبا، أنا جنان. اليوم راح أسوي شوربة سمك لذيذة سهلة، ما بيها مكونات كثيرة. طعمها وشكلها يعطينا إحساس بالهدوء والسلام، بس السلام والهدوء الحقيقي هو بالقرب من ربنا. شوية من الكاجو، أتركه بالماء الحار لمدة نصف ساعة تقريبا أو أكثر. بصل وثوم أسويهم كلش ناعم. سمك من غير عظم، ناخذ الكمية اللي نشوفها مناسبة، وراح أفصل الجلد عن اللحم، نخليه على درجة حرارة منخفضة. رشة من الملح، خلي تكون رشتين. شوية من القرنابيط، هذه مرقة عظام السمك، فيها شوية كركم وخل الأبيض وورق الخيار وطماطة وملح وفلفل أسود. أضيف مرقة عظام السمك على الكاجو والقرنبيط. شوية من الزيت، إذا متوفر نضيف سمك إنشوفي، هو سمك صغير بس يعطينا طعم مميز طيب، ويذوب بسرعة ويتفتفت بالحرارة. نستعمله مثل البهارات. نطبخ على درجة حرارة متوسطة ونتركها 5 دقائق حتى المواد تتجانس مع بعضها، ونضيف السمك في الشوربة ونتركه دقيقة في حرارة الشوربة، ما يحتاج يفور هواية. وهسه نبدي نستمتع بأكلتنا الحلوة.